كمان على يعني على سبيل وجود الكابتن حسام حسن. الكابتن حسام حسن كان من الاساطير اللي اتكرمت في المباراه النهائيه، كان متواجد مع اساطير افريقيا في المباراه النهائيه، والحقيقه الكابتن حسام حسن يعني صوره مشرفه الحقيقه للكره المصريه والافريقيه، حائز على 3 بطولات افريقيه الحقيقه ما فيش شك. الكابتن حسام حسن كلاعب يعني حفر اسمه من ذهب الحقيقه، كافضل هدافي او افضل من احرز مع منتخب مصر على مستوى منتخب مصر، تاريخ كبير جدا جدا كان ليه تواجد في المباراه النهائيه باشتراكه مع اساطير كره القدم الافريقيه. هي كمان بدا مهمته سريعا، حضراتكم عارفين طبعا حسام حسن مدير الفني لمنتخب مصر الجديد، بدا يجهز ملف منتخب مصر للمرحله اللي جايه الحقيقه لاستعداد مرحله جديده. يعني كلنا بنتكلم على مرحله جديده مع الكابتن حسام حسن، كلنا ان شاء الله بنسنده وبندعمه، لان المشوار طويل والمشوار صعب الحقيقه. ويعني هيتم تقديم جهاز الكابتن حسام حسن والجهاز بالكامل يوم الاربعاء بعد بكره ان شاء الله في مؤتمر صحفي في اتحاد الكوره. كابتن حسام حسن كمان بدا الايام ديت او هيبدا الايام اللي جايه بشكل كبير وبتركيز كبير جدا على تجهيز المنتخب للمرحله اللي جايه، اولها طبعا في دورة الإمارات في شهر مارس، هتضم منتخبات قوية جدا على مستوى منتخب كرواتيا وتونس. وكان طبعا الكابتن حسام يعني زي ما قلت لحضراتكم كان متواجد في كوت ديفوار لحضور النهائي، لكن على مستوى منتخب مصر بيحضر لهذه البطولة الحقيقة، لأن بطولة يعني هي بطولة ودية لكن فيها منتخبات قوية، منتخب كرواتيا، منتخب تونس. وعايز بس اتكلم في البطوله ديت، يعني الكابتن حسام حسن مش عايزينه يقلق من البطوله ديت، يعني عايزين اكيد هيبقى المحترفين مش هيكونوا فيها بشكل كبير، فعنده فرصه كبيره جدا جدا انه نقطه مهمه انه ينزل بالاعمار السنيه لمنتخبنا، دي نقطه مهمه جدا اعتقد الكابتن حسام على درايه بيها، ان كان منتخب مصر من اكبر المنتخبات يعني عمرا او النسبه او المعدل العمري لمنتخب مصر كان كبير جدا، مهم جدا ان احنا ننزل بمستوى الاعمار، وعندنا لعيبه مميزه في الدوري المصري يعني سنهم صغير ممكن جدا يكونوا متواجدين الفتره اللي جايه، دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه ان احنا مش عايزين هذه البطوله هي الحكم على حسام حسن، يعني برضو خلينا نكون يعني كده مساندين بشكل احترافي شويه، هي بطوله في اطار الاستعدادات لتصفيات المؤهله لكاس العالم ان شاء الله، وبالتالي هي عمليه تجهيزيه بشكل كبير جدا، يشوف عناصر جديده، يشوف عناصر مميزه اذا كان على مستوى الدوري المصري، يشوف كمان طرق اللعب اللي هيستخدمها ايه، ممكن هيلعب بانهي شكل وبانهي طريقه. مفيش شك ان الاداء ممكن يعني يكون في تذبذب شويه، انا بتكلم علشان اللي جاي، علشان لما يكون شويه الاداء مش لسه، ندي للراجل فرصته ونديله وقته. منتخب كرواتيا منتخب كبير، منتخب تونس خارج كمان من ازمه كبيره جدا بعد خروجه من بطوله افريقيا في الدور الاول، وبالتالي هتلاقي عزيمه وهتلاقي شباب جديد، فالبطوله دي مهمه للكابتن حسام حسن عشان يرتب اوراقه وعلشان يجهز بعض العناصر اللي قد يستفيد بيها في مشوار تصفيات كاس العالم، لان مشوار مهم جدا، مشوار صعب على فكره. عندنا بوركينا فاسو من المنتخبات القوية جدا في المجموعة بتاعت مصر، ومنتخب لا يستهان به الحقيقة، وزي ما بقول دلوقتي أي اسم منتخب دلوقتي أفريقي لا يستهان به، فمشوار كأس العالم هيكون مشوار مش سهل، رغم زي ما بقول إن هيكون عيب قوي 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 لو منتخب مصر ما وصلش كأس العالم، لأن عندنا 9 مقاعد ونص في أفريقيا، وبالتالي أكيد إن شاء الله، لكن محتاجة شغل ومحتاجة تركيز ومحتاجة إن احنا نحترم الخصم ومحتاجة إن شاء الله كابتن حسام حسن يكون موفق في الفترة اللي جاية. زي ما بقول لحضراتكم هي فترة يعني فترة جديدة وعصر جديد، نتمنى إن شاء الله إن يكون بداية تصحيح، والبداية التصحيح إن شاء الله تبدأ كمان زي ما بتكلم على مستوى المنتخبات، سواء منتخبات الناشئين والشباب والمنتخبات الأولمبية، ونبدأ إن شاء الله نشتغل بشكل احترافي بإذن الله في ملف الكرة المصرية.